في ليلة رمضانية نظمت جمعية عصافير الأمل الخيرية حفلا إنشاديا احتفاء بذوي الهمم والحقوق. كل سنة لقاء لصالح ذوي الهمم العالية مع المسنين، كذلك لقاء على شرفهم في فطور رمضان، إضافة إلى حفل فني أدبي توجيهي تحسيسي بحضور طبعا مجموعة من الفنانين من بلدية القرارة. جمعية الأمل هي تخطط لهذا اللقاء شيئان اثنان: الشيء الأول هو أنها تدخل الفرحة على قلوب ذوي الهمم، ثانيا طبعا توجيهات تحسيسية للمجتمع المدني للالتفاف حول هذه الفئة. تخللت الاحتفالية وصلاة إنشادية في مدح خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعجب بها الحضور. يقرب العيد، مناسبة العيد اليوم، نشكر على الناس المحسنين الذين عاونونا ووقفوا معنا، والجمعية تاع تضامن الوطنية لتواصل الأجيال، وجماعة تاع الفن تاع القرارة جاو عندنا له مع سلة من فطور من القرارة، وحضرنا كاع كذلك مع فرقة ذوي الهمم، رانا كاع هنايا المسرح والحمد لله. الاهتمام بفئة ذوي الحقوق والهمم مسؤولية الجميع لزرع الفرحة في وجوههم.